السلام عليكم، اهلين فيكم في لوك جديد. ما في فايده، ما راح نقدر نلبس النظارة، ما في شمس، في مطر. اليوم الاثنين عندنا عبد الله يبي يروح الجامعة عندهم، يبي ياخذ منهم خبر، بيشوف هل يقبلون مادة هنا، يبي ياخذها في منطقتنا، بيشيك ونرجع. فأول مرة بصور لكم البيوت، نشوف عبد الله عليه الحين يحببنا في بيوت. انتوا تكونوا موجودين. يحبون البيوت يعني لا نجلس ندم فيها، نشوف الأشياء الحلوة اللي فيها ولا خلاص يعني بيوت مقبرة. نشوف الأشياء الحلوة، أنت لازم تمرني الأشياء الحلوة. شنو أنت بتشوف؟ يوم الأشياء تحببنا فيها. لا بيوتي بالله 10 أيام خاوي ما. لا سأقدر. البيوت 10 دقايق طلعت منها بالسيارة. المهم قبل ما نوصل أبنزل التأمين. السيارة ما حركها وحرام التأمين يمشي علي. باقي 10 أيام وانزل السعودية، فبوقف التأمين الحين. بخليهم يشغلونه بعد ما أرجع من السعودية على طول. بس خلصنا، ما أخذت حتى دقيقتين. على طول حطيت معلومات ووقف التأمين علي الحين، وحطيت أوتوماتيك يوم 21 جولاي راح يشتغل التأمين مرة ثانية. خلاص خلص. طفيته؟ إيه. خذ أوتوماتيك. حركة حلوة والله. ما عندنا السعودية كذا. إنك تقدر توقف التأمين حقك وقت ما تبي تقدر ترجع. التأمين حقك لازم يمشي. المهم الحين متوجهين لبيوت تبعد ساعة أو 10 دقائق. نشوف الحين طريق البيوت. يلا في مخبز من بين بيوت وبوزمان على مدخل هلينا. ليدل هنا قدام، يبي لك نص ساعة وسير على يمينك بحيرة هلينا. وصف زيادة بعد صح؟ لازم إذا مرينا ذا الطريق. أنا بالنسبة لي إذا جيت هنا حتى صرت بسافر أو وأنا راجع لازم أخش المخبز ده. هذا ممتاز، بس اللي غهرني ما أدري ليش قطينا في نهاية الدنيا، يعني كذا لازم تدق مشوار سافرة علشان تجي. انت ما تمر ها كل مره اجيك؟ لا والله مرتين بس رحت، لانك على طول كل اسبوع تمر فبتمل من. هذه بيوت كلها بس شوف هنا في حرف الام لين. وين حرف الام؟ حرف الام هنا الجبل. فوق الجبل اللي ما بداية بيوت بس لين هنا يعني 120 بيت كذا، كنيستين بس تكفي، وجامع على جنب. جامع عند الام بداية الام بعد هناك خلاص. الله الله بيوت بيوت. شو رايك؟ شو رايك؟ ليه الحين شفنا 4 شياب بس؟ 4 شياب؟ في كبار في صار ناس الحين جوهم بالجامعة بس ما جامعة. بس داخل جامعة في ناس. عندكم مدارس ثانوية متوسط ولا؟ عندنا وده كشفة والله؟ أقوى من مرة بوزمان. هي طبعا بوزمان صغير برضو بس مش الدرجة دي يعني. مش الدرجة دي. طبعا بيوت كلها شوارعهم كذا، ما في شارع سيدة كذا، كلها شارع كذا وكذا. كيف؟ هذا اللي هو الحارتني أخوان. هذا هم؟ هذا اللي لابس أزرق اسمه أبيض بس بالإنجليزي اسمه وايت كذا. إيه. والله؟ أيوه. أو صح نسيت، ما قلت لكم ذكرون ذيك المرة يوم قلت لكم في فلوق درداش 30 رقم 2 تقريبا، قلت حق عبد الله إن بيتكم بيوت يشبه بيت خالتي قماشة. طبعا عبد الله شكله حس فيها وغيروا البيت، راح أسكن في بيت ثاني. فاحنا بنشوف بيتي من جديد. بيت خالتي قماشة انباع انباع، راح أسكن في بيت ثاني. طبعا سكنوا في بيت قبالهم بيت مهجور. كم لسنة ذا عبد الله مهجور؟ هذا محترق. إيه سنتين ضايعين كلهم بيت. ليش هذا سكنوا فيه؟ سكنوا فيه وسخوا وايد. نحترق. وانت جالسين كذا تقابلون بيت مهجور. سمعت ايش يقول؟ دقينا عليه مرتين. شوف. انت خرجت؟ لا. وين بتروح؟ بروح عند الشغله كذا بس وبرجع. يلا. هولي مبروك التخرج يا احمد. يبارك فيك. شكرا. كتبت لك في الجروب. لا في فرق. وين وين؟ هذا خالتي قماش الجزء الثاني ذيك. لا فارق ما شاء الله. لا وبعد خلاص انا خلاص احنا الكويتيين وانا السعوديه ما في. هذا معاكم جايبينه هذا والثاني ذاك. لا طلعتهم متطورين. هذا نفس الزرع حقتي يعني مسوينها عندك؟ لا هذا زراعه بدون. هذا بطاطا حلوه. يلا للجامعه.
اوه ما شاء الله حتى شرطاتكم غير. مو شرط. مو شرط. ليش شوارعكم كذا؟ داهم قصوا الشارع عدلوا كامل كذا. ديرة جبال شو اسوي لك بعد؟ شوين صرنا فوق. الحين ننزل مرة ثانية شوف. تهد البنزين تشب البوست مصير. هذا مدخل الجامعة شوف شلون القوس. السلام عليكم. وينك يا خالد؟ أخرتني يا خالد. الرصيف ها؟ أخرتني. أي صعد الرصيف بغيت نخش في ذيلي. أخرتني يا خالد. كله جالس على الانستغرام. ما شاء الله خالد. إذنك ليه درجة قوية؟ أنت مسكر السيارة سمعت؟ لا والله بطلها. وين الشيء اللي شريت لك قاعد تاكل تقول ما أدري شنو؟ ما شريت لنا زين شلون كذا؟ والله كان ودي بس ما ادري انت والله ما استعرف لا ما كان ودي ما ادري انه بنجي يقول لا ما بعد عليك يا خالد كذا ابشر خلص بس احنا نوديك لا خلاص زعلنا احنا ما نبي احنا الحين ما نبي خلاص بعطيكم حب تبون حب لا قوم قوم بسرعه خلينا نخلص قوم شلون كذا ثاني شلون الجامعه كذا جامعه تمشي الحال الحمد لله على كل حال احنا بخير وبنعمل خالد مقبره ذي ما ادري ثاني وصخ شو تبي شايفه قبل شيء شلون رحت هواي وينك؟ انا في الجامعه طيب لا تمشي من هنا في واحد يبغاك تروح مره وانا ما اعرف احد والله في بيوت ما اعرف الا ثلاثه بس وتحسفت واحد يبغاك لا تمشي بس يخلصون من الشقه طيب يلا تخلصت خلاص بكره من الساعه 8 انت هنا شكلي بجينا الصبح هي الصبح تروق اي الساعه 8 تعال والله خير والله عمرها ما روقت ها الحين تقول كويس تخدمكم وكل شيء شلون طلعت انا ما احبها خالد يقول لهم زين تعرف لي هي كل شيء بس مره تقول لك تسوي لك رد على طول تكتبها مره لا يوم يومين طيب الحين ما عندهم شيء ايش ردوا كلهم اي ما هذا قسم البتروليوم كل هذا المبنى حق البترول صح؟ اي بس يدخلون ويانا كراسات ثانيه مثلا بزنس وكذي بس هذا المبنى كله حق عبد الله الحين يبي اشخاص في الديبارتمنت حقه بيسالهم شيء ما يتوقع انه هنا نفس النظام في الخليج خلاص الحين ذا الوقت ما في كراسات سكرت الجامعه الحين فاكثر الموجودين هنا يمشون قبل دوام فيدورهم الحين لازم تجي لهم الصباح ولا يمشون قبل دوام شو ما في احد كيف؟ والله درب على الفاضي يا خالد شو والله؟ جيتنا لهنا ما لها داعي ما لها داعي بس يلا ما في ولا احد وبعد جيتنا الحين فكر عبد الله شنو قال؟ قال الحين ليش انا جيت هنا؟ ليش ما رسلت ايميل وفكت نفسي؟ تو الحين يفكر فالحين جينا هنا ما حصلناهم بينزل عبد الله تحت في مكان الكمبيوتر بيرسل ايميل لهم ونرجع بوزمان يلا عاد عبد الله لين الحين كله بيوت كلها مدمومه لين الحين ما وريتنا اشياء حلوه والله شنو خالد؟ والله انا قلت ان اللي بيشوفون الفيديو على الاقل شيء يحبونه في بيوت يصير شيء حلو ما فيه شيء ها ابد للاسف الشديد تدري اللي عاجبني الحين شنو هو؟ انه ثرش في الارض لا ادري ايش علي منهم رسمه عندكم تطور بس وين؟ في ابو البي خليني اشوف اختار اول لا لحق شريك هذي من بطيق خاصه ما بنفسني يعني ما في ابو البي عندك لا لا الملحقية تحط لنا انا راسلين لي الحين الجامعه عندي 14 دولار يقول لي بسرعه تشتري بهم ولا ترجع ريفل ولا بيروحون عليك قبل نهايه السمستر لا كل سمستر جدد الملحقية تحط لنا احنا احنا ديره الكبر يا احمد ديره الكفر ما بكبر ولا ايش كبر فيه هنا شنو يعني اسم نحاس كيف نحاس في مكان يعني احنا من بيوتنا والله ما يندرى هذا المشكلة المشكلة روح نحلق تحلق من عنا $6 تدل الحلاق ها؟ تدله حلاق الشاي بيقول لك $6 أرخص شيء ما في تعال ورانا ما أدل يعني أوكي خلاص يلا أوكي لأن تطلع حين لازم أروح له يلا ليش؟ لأن هذا ما يصير يطلع مني آه بس هو صيدة خالد يا صيدة اصعد كذي واطلع من جداب اوكي الله يطلع من ذي الفتحة اللي هنا في جداب بس هو بيطلع ورا حلاق مسكر طلع الشاي بشكله
ما وده كيف؟ هو مو ما وده بس الساعة 5 خلاص الناس مني كلها ولا خلاص 5 يسكرون والله؟ بيوت كئيبة بيوت ها؟ كل الناس ما تبي تداوم حتى منك شلون بتردون بيتك شو بتسوون؟ شوف شوف شلون نظامي احنا هذول جريت كلبس حلاق ذا وليش وقفته في الوسط؟ ايش في بيوت عاد شوفوا انا جاي لكم من بوزنا زين انتوا تحلقوني يعني على حسابكم تحلقوني عبد الله ما مره بيطلع لان وقفت بيوت شلون نوقف ضايس على الخط بيوت كذا كيف كذا سواقاتكم انتم بس كذا حلقنا اتوقع ما يفهم خالد في فرق؟ لا والله؟ لا صوت هاي نايم نايم السلام عليكم يعطيك العافية في فرق عبد الله ولا ما في فرق؟ صحيح والله هذا واحد احلق صفر ارجع والله وين الخوي جي حلاق ما شنو والله اذا كنت بتزوج بعدين رجعت عزوبي كذا فجأة تحس بفرق والله يعطيها العافية زوجتي والله يعني انا اي وقت ابي احلق على طول في الحمام موجود الحلاق عندي وكل شيء وتحلقني زوجتي الحين شفت شلون دق مشوار تروح تحلق نعيمان والله صغرت عبد الله شو رايك بس احنا بس احلق ما شغلت السياره زوج حطيتها حطها بالارض انا اقول لمبه الماكينه ليش مولعه بعدين بس في حركه ما عجبتني ليش ما يغسلون نفس بوزمن يغسلون هم اصلا المفروض بس ما ادري في بوزمن ما تطلع كله تغسل شعر كل شيء هنا كلش طلعونه كذا حتى وجهك في شعر ما عندكم شيء عاد في البيوت يعني تعبت انت بتعدل لا حلاق زي الناس اماكن زي الناس ما في وقفت ناس في الاشاره ما بزي الناس هذا وقفه شيك واقف كذا هذا يبين لك حريه التعبير انت كذا تعبر اذا وقفت كذا تعبر شوف الشارع كذا شوف دقت على احمد رويس الحين قبل شو مكلمني دقت عليه الحين في السوني بشوف يحس في فرق بين قبل وبين الحين الشعر يعني شو الاخبار شلونك تمام شو مسوي الحمد لله ترى الرجال يقول دق عليه اني بشتري الجوال من عنده بعيد شوف قد ما قلت لي شو ما تشوف في شيء يختلف فيني نعيما يبين يعني اني محلق ليه محلق يبين يعني الحمد لله يلا هذا جايك الحين انا بيتكم انت عطلتنا الحين عليك تطبخ لنا يلا في الشقه يلا السلام الله يستر عليك عليك تطبخ لنا لازم ترى البيوت كلهم يوقفون كذا هذا اقول انا عبد الله ايش وقف كذا شو كيف واقفين الله العالم منتهي هنا شو الوقفه اليوم كباب مني شو الوقفه شو الكباب ما اضيع السالفه زمان يعني شو كذا اصلا حاطين اصفر واقف على راسي كيف شوف احمد روي سيارته كابرس الثلاث سيارات اللي قدام كلهم حقينا قول عاد ما شاء الله ها قبل الله قول ما شاء الله كابرس قول ما شاء الله كابرس ما شاء الله لامبورجيني واقف هو كابرس يلا الحين خلصنا يعتبر نعيما صاير حلو شوف صاير حلو شوف استحى شوف يلا الحين بما ان خلصنا الحين متوجهين بوزمن قبل ما نروح بوزمن عبد الله الحين بيودينا مطعم يلا نشوف مطعم حلو على الاقل يمكن نحب بيوت علشان زين شوف افتلش عبد الله افتلش لا في وايد ترى مطعمنا زينه يلا نشوف اي والله بس يعني تبي مطعم وجبات سريعه اوكي لا تبي تقعد لا اي اوكي ما ادري انت كم لك الحين في البيوت؟ صاك تقريبا بقي شهور الى طيب ما عليك انا قلت حق مع عبد الله يودينا مكان على الاقل شوي نحب بيوت فيها فما في مكان ما في الا يمكن مطعم فقال الحين ذا المطعم هذا افضل شيء بالنسبه لك؟ انا ما كان في لحد الان المشكله طلع حتى عبد الله ما راح للمطعم انا جيت بيوت بخليه يروح المطعم يعني ما ادري كيف يخليني احب بيوت كذا اذا بيودينا مكان هو ما يدري عن تغييمه
ما راح تحب بيو ذا والله ما راح تحبه ما في والدليل انك كل اسبوع تجي عندنا ابو بس خلاص يلا عبد الله دورك طيب ها والله 6.2 ليش الخس مو كويس ولا شو مالح يا خوي مالح بطن الملح والله للاسف يا عبد الله ما عجبت بيوت مش ظلمة ابدا والله العظيم منطقه يمكن احسن شيء فيه الحلاق بس انه ما غسل هذا الشيء الوحيد اللي سواه طالع موظفين جالسين يدخنون برا ديرة قديمة هذا كانت لاس فيغاس امريكا ايش معنى لاس فيغاس امريكا ما راح اشرح معنى في بطن الشاعر في قلب الشاعر شو بطنه بطنه بعد الشبع ما ادري والله هو كذي يقول اتوقع خلاص احنا راجعين بوزمان بوزمان ما في غيره ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع تعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم.